يا جميلة يا كريمة يا وهيبة يا مصر، كل يوم الرحم يدفع بجديد، واليوم رحمك يا مصر رحم طاهر. ماذا أتى؟ أتى ببنيان كبير، بمولود كبير اسمه جبهة دعم الرئيس. فلاح وفاسي بإيدي، أروي ترابك وطينك من نهرك العظيم نهر النيل، أأمن غذائك وأكلك وربي ولادي يا عظيمة، يأمن حدودك ويموت فيك شهداء أطهار، نأمن غذائك وما تجوع يوم يا مصر يا غالية. فلنقف جميعا دقيقة انحداد على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة، واقرأوا الفاتحة. تفضلوا بالجلوس. والله يا شرفي، والله يا عرضي، والله يا ولدي، يا عرس الفل، يا شهيد مصر الطاهر، لن أنساك حتى أنزل قبري. قبلة على رأس أمك وأباك، على رأس زوجتك وأطفالك، فلولاك يا غالي ما كنا في هذا المكان. ولي كلمة قصيرة. بالأمس شرفت أن أكون عضو المجلس الاستشاري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، شرف كل المصريين. واقترح تشكيل المجلس الشعب السابق ومجلس الشورى السابق، وهم نفس الوجوه ونفس الأشكال ونفس الأسماء. مارسوا الضغوط تلو الضغوط حتى أخذوا 50% قائمة و50% فردي، وهتك عرضها القانون بالإبطال، وحل مجلس الشعب ومجلس الشورى. الفعل يتكرر الآن، ولكن بطريقة أكثر غلواً وأكثر حقداً على شعب مصر الغالي. اليوم قلة تريد أن تخطف مصر كما خطفها قبل ذلك قلة وعادت مصر. والله يا غالية، يا مصر يا طاهرة، لن نسمح لأحد كائناً ما كان أن يخطفك من أهلك، من ولادك، من بناتك، من معوقيك، من قبائلك العربية، من عمالك، من فلاحينك، من كل المصريين، تباً لمن يريد أن يخطفك. بالأمس وأنا عضو بتيار الاستقلال أجريت اتصالات على وجه السرعة بالقبائل العربية وبعمال مصر وبالمرأة المصرية وبالمعاقين وبالفلاحين، وهم كلهم على قلب رجل واحد خلف تيار الاستقلال والجبهة الشعبية لدعم الرئيس. واليوم دشنا الشريف المحترم المستشار أحمد الفضالي هذا الجمع الكريم برقم مختصر لكل المصريين عبر محافظات مصر، ليتصلوا على هذا الرقم للتسجيل وإظهار النوايا في دعمهم لتيار الاستقلال لعضوية مجلس النواب القادم. الرقم هو 1-9569-1596 لعموم الجمهورية، و 569 لكل محافظات الجمهورية، 19-569 الرقم المختصر. إلى شرفاء مصر، بناتها، شيابها، قبائلها العربية، عمال، فلاحين، مرأة، معاقين، صيادين، حتى البائعين الجائلين، كل من يرى في نفسه القوة وكل من يرى نفسه أنه مناسب فليأتي إلينا، وعهداً
ولا عهدا نقطعه مع الله أن نقدم وجوها أبية شريفة تخدم مصر ولا تبالي حتى نصفع الطمع. نريد أن نصفع الطمع وندوس ثقافة الاختطاف. يا غالية لن نتركك، وسنكون لك سيد الرئيس دعما وسندا ونسيجا حتى تصعد مصر إلى العلا وحتى تبرأ مصر من اللئام. حفظك الله يا غالية، والسلام عليكم ورحمة الله.